بكل بساطة يا شباب يا أعزة، آري أكلت لها ببي ببي ما فرق الشارم، بس صارت ما تسوي انتربت للداش. الداش حتكمل حتسوي الشارم، بس ما تسوي انتربت الشارم اللي هي الاي حقت آري. اش الكيو فول اوف تايم افتر 4 سكندز، فوكس اتاك فول اوف انترنلي افتر 4 سكندز، فول اوف اي الكيو حقتها فاكرين بعد 4 ثواني لو ما استخدمتها تطير تطيح، دحين لو ما استخدمتها كل ثانية حتنزل ستاك واحد. كيتلين سووا بف للدبليو حقها وسووا نيرف للاي حقتها، بس حتلاقي الناس دحين كلهم حيلفلوا الدبليو قبل الاي يا شباب، لانه يعني الدبليو صارت مجرمة. لو صقعت لو في احد اكل الدبليو حقتها بعد الدبليو الكريت اللي حيجي في زيادة بيس دامج اتاك دامج. الكريت حقها العادي مثلا يضرب 100، الكريت حقها مع الدبليو يضرب 120، فاهمني؟ everyone كل الناس اول كانوا يسووا الكيو بعدين الاي بعدين الدبليو، دحين حيسووا الكيو بعدين الدبليو بعدين الاي احتمال كبير. الزبالة الالتي حقت ازريل نرفوا الكول داون حقها ما ادري ليش. يورا دبليو سووا لها نيرف والاي سووا لها سوري الاي سووا لها نيرف، الدبليو سووا لها نيرف، الاي سووا لها بف بسيط كول داون بس. جي بي ماني فاكر صراحة، قللوا الجولد انتيك حقه، قللوا الكيو ترجع جولد اقل، الاي بي 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 ماكسيمم بارلز قللوا عدد البارلز من 5 لـ 3 والنو لونجر انكريز ذا ماكسيمم نمبر اوف بارلز. شالوا ما ادري في واحدة من الالتيز كانت تزود ال ولا الالتي كانت تزود التوتال حق البارلز، كان يقدر يسوي بيها 5 بس قللوا عدد البارز للشباب وقللوا الجولد المدخل حق الجولد. هذه بس شكلا جن ما شفته صراحة فيبالي أقران، أظنهم سووا له بف عشان ما هو موجود في الجيم مع إنه مع إنه المفروض إنه جديد، بس ماني أنا شايف سووا البيس زود البيس دامج بيس هيلث والبيس ريجن. الكيو إيش سووا فيها والميني كريت ستراكشرز يعني دحين الباسيف الضربة الرابعة حتسوي كريت صغير على الكرتش على الـ على التورتس والستراكشرز. الدبليو نو لونجر فول اوف وان جين از كاستنج ديدلي، هذا شكله بس تعديلة بسيطة. الاي ديدلي فلوريش مارك تو اول تشامبيونز سلوز اور دامجز ناو ابلايز ديدلي. الاي لو صقعت على احد حتسوي الباسيف حقته يا شباب، فاكرين الباسيف حقته اللي هي تسوي سلو وفي نفس الوقت لو ضرب الدبليو حقته على واحد يسوي له ستان، اي احد يمشي فوق التراب حقه حياخدها. كاترينا سووا لها بف على الكيو حقتها يبوها ترجع الجيم، ما اظن حيرجعها الجيم. اوغماو للاسف سووا له نيرف، بس النيرف هذا ما حيغير ولا شيء، حيلعب زي ما هو، يعني يمكن بس اللي تغير في ايرلي جيم صار شويه الاتاك سبيد حقه اقل، ليفل 18 نفس الشيء، فحتلاقوهم نفس الشيء بالله يبانهم نون ستوب يا عيال. لوسيان نفس الطريقه بس قللوا الرينج على الار نفس المشكله. الفايت قللوا الدامج على الاي حقته بس برضو نفس المشكله ستيل بيرمانيرف. رامبل اكشلي نا وركس اون ان امو سيستم انترستينج، غيروا الاي حقته يا شباب وخلوها امو بيست زي وات دو يو كول ات لا 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 زي جريفز الاوتو اتاكس حقت جريفز. اظن مو بس الانرجي لازم مو انرجي سوري هو ما عنده انرجي، مو بس الكول داون ولازم يكون عنده برضو امو موجود. هذه ميكانيك جديده ما كانت موجوده عليه اول، وبعدين والامو هذه يصير لها ريتشارج واحده كل 5 ثواني يعني، فما تقدر تسوي لها سبام بيسكلي ليت جيم. بس بكل بساطه رايز سووا له كلب سووا له بف على الكيو حقته ماني عارف ليه، يعني مو كأنه ناقص بفات هو يعني، فيمكن هتلاقوا رايز كثير. طب مشاري هلا والله. شين هتلاقوه جنجل دحين بسبة الاي هذا يا شباب، الاي صارت تضرب المونسترز حتى فيقدر فبيسكلي كده رجعوا شين جنجل، اظن رجعوا شين جنجل. السيفر سووا بف للدبليو حقتها مرة تانية، الاولى الدبليو هي الضربه الاولى منها كريت الباقي كلها كريت. وعليكم السلام ورحمه الله. هاي كيلي ام جاست اكسبلينينج ذيس تو ذا جايز فيل اولد ييت اي ام اولد اند هابي. تام كنش الكيو حقته نقصوا الويد حقها العرض حقها والار خلو فيها ديلي لما تسوي لها كاست ثانيه واحده، ما تغير كثير ما اظن في اي فرق.
اودر عزبه لا نيرف بسيط، نيرف بسيط في احتمال ناس كثيره ما حتسووا له بان دحين حيلعبوه، بس برضه يا شباب بان ذا شيت اوت اوف هيز ذس ماذر فاكر. فيكتور الاي دامج ريديوست بس اللي هو الليزر حقه هذا اخيرا شالوا ام الزباله اللي سواها في الدبليو حقته، ما حد حيقدر يسوي بارون لحاله ليفل 25 يا شباب، فما اظن يحتاج له بان اني مور. البوتس نقصوا سعرها، نقصوا السرعه حقتها، البوتس هذه زودوا التناسلتي عليها، زودوا سعرها، منموني تغيرت شويه خلوها اكتف، ودحين المنمونه هترجع باي ديفولت كل شويه هترجع مانا، اول ما كانت ترجع مانا دحين صارت ترجع مانا. المورا مانا الاكتف صار باسيف شوك سنجل تارجت سبيلز فور بيسك اتاكس اون شامبيونز. انت اللي قلت يا محمد خلوها باسيف، اي ثينك اتس ستيل اكتف برادر. Did they remove the toggle? Have it your way can no longer be toggled. اي والله فاكرين المنمونة عيالك لازم تشغلها وتطفيها، دحين خلاص شغالها طول الوقت ما يحتاج تشغلها وتطفيها وتشتغل بطريقة مختلفة. الدامج اللي تسويه اعلى من الدامج اللي كانت تسويه اول، تاخذ 3% من المانا حقتك وتسوي دبل الدامج هذا، يعني لو المانا حقتك 100 حتاخذ منها 3 والاوتو اتاك، وبعد الاوتو اتاك حتسوي 3 ضرب 2 في هذا، يعني بيسكلي نورمال دامج زائد ماجيك دامج ايكوال تو 3% of your 6% of your mana something like that. Hello man عمر. الرونيك basically نقص الموفمنت سبيد، هذه زودوا عليها الارمر وخلوا الايس حقها ما يجلس كثير في الارض. اول فاكرين اي احد بعد لما تضرب احد بالايس جانتلك تجلس الايس في الارض واي احد يمشي عليها سلو، دحين ما فيها لينجر على طول حتروح، فبف ونيرف في نفس الوقت. هذا نقصوا الهيلث، زودوا الجولد، نقصوا الجولد، لونج سورد غيروا الايتم هذه شويه شباب، انتندد فور جاجرناتس عشان في كثير كانوا يبنوها اي دي سيز في السيزون اللي فات هذا شباب، فما يبغوا الاي دي سيز يبنوها فغيروا البيلدينج موديل حقها. مايز فيست لونج سورد اكشلي لا كان يبوها الجاجرنس، دحين الاي دي سي يستخدموها، في بعض الاي دي سيز بيستخدموها زي ما انتم شايفين فيبوها تركب الاي دي سيز كمان، قاموا غيروا شويه الايتم بيلد حقها عشان تنفع الاي دي سيز برضه. الهايدرا كان نو لونجر سايد جريد دي هايدرا انتو ون انذر، ليش ما تقدر تبدل بينهم على طول يا شباب؟ اظن لازم تبيع وتشتري. التعديل العظيم البلاد لاست هذا يا شباب، البلاد لاست عدموها يا عيال، عدموها من الاخير، يعني هذه الماستري اللي هي الورلد لورد بلاد لاست عدموها، دحين صارت تشتغل مره ثانيه على المينيونز بس بنص الامكانيه. سو بيسكلي هتلاقي اي دي سيز اي ما هي كريت بس لايف ستيل، هتلاقي اي دي سيز ياخذوها كثير بالذات اي دي سيز زي از حتى لانها وهي انا بس شفت انه يقولون بتكون او بي صدق على ريفن و زي اولاف لان ريفن واولاف من نوع اللي لو اتش بي ويدخلون في الفايت يدخلوا يس فبيسكلي كل ما كان الاتش بي حقك اقل كل ما تاخذ لايف ستيل زياده. انا اللي كتبوها من 10% ل 50%، اذا كان هيلثك اقل من 90% حتاخذ 10% لايف ستيل، وعليكم السلام ورحمه الله. اذا كان هيلثك اقل من 50% او 50% حتاخذ 20% سوري حتاخذ 1% لايف ستيل، اذا كان هيلثك 90% حتاخذ 10% لايف ستيل، اذا كان هيلثك 50% هتاخد 20% لايف ستيل اذا كان هيلثك اقل من 80%. ف بيسكلي كل ما كان هيلثك اقل كل ما زاد اللايف ستيل حقك. عمو بيج بوس يلا. وهذه الماستري جديدة يا شباب رجعوها، كانت موجودة في السيزون اللي فات، اذا اللي مو فاكرها يفتكرها رجعوها. بيسكلي هذه للسبورتس وفكرتها فكرتها هي الاكسبوز ويكنس يا محمد، كنا ناخذها زي الاي دي سيز زودوها في الفروسيتي. بيسكلي لو اي احد ضرب لو الخويانك لما يضربوه يزيد الدامج عليه، كانوا دائما الاي دي سيز الرينج مش الرينج الاي دي سيز الاي او اي ياخذوها على اساس لما تضرب واحد الالايد تيم حقك ياخذها. فاللي قبل ما تخش يا شباب اذا كنت سبورت كمورجانا تنفع يس اول ما تضغط اي احد عندي اي شباب صعبه الوقت.